السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جهاز جديد يعتبر من أفضل وأحسن الأجهزة اللي موجودة في السوق المصري. الجهاز ده هو الكارير. الكارير فيه مميزات كتير جدا بتخلي العملاء يتسابقوا على إنهم يشتروه، وخصوصا في بداية كل موسم. الكارير كل سنة بتنزل تحديث جديد للجهاز بتاعها، كل سنة لازم نلاقي أوبشن زيادة، كل سنة لازم نلاقي شكل مختلف عن السنة اللي قبلها. كل سنة الجهاز بيبقى فيه حاجة جديدة، وده اللي بيميز شركة كارير ومخليها مستمرة لغاية دلوقتي في السوق وبقوة. الجهاز الكارير من ضمن المميزات بتاعته واللي هنتكلم عنها بالتفصيل ميزة ميزة. أول ميزة معانا اللي هي نظام الهواء الساخن والبارد. الجهاز مش بس بارد، بس جهاز بارد وساخن. في بعض انواع من الاجهزة بتنزل بارد بس، ما بنزلش منها بارد ساخن. الكارير بارد ساخن، وفي موجود منه البارد. الكارير في تقنية البلازما، في خاصية التنظيف الذاتي، خاصية التنظيف الذاتي، في كمان خاصية تدفق الهواء الذكي، تدفق الهواء الذكي، وفي خاصية التتبع، خاصية فولو مي، دي برضو خاصية بيتميز بيها الجهاز الكارير. الجهاز فيه تربو، جهاز ضمانه 5 سنين. لما بيغطي المكان او الحيز اللي المراد تبريده بيغطي المكان بكفاءة عالية جدا، وخصوصا لو الجهاز على قد المكان، او لو الحسابات بتاعتنا انتجت ان احنا لازم نحط الجهاز اللي قدرته كذا في المكان ده، بيغطي المكان بكفاءة عالية جدا. فلاتر الهواء بتاعته فلاتر مضادة للأتربة من النوعية الجيدة، فلاتر من النوع الجيد. الجهاز طبعا فيه شاشة ديجيتال. الشاشة الديجيتال دي مش مجرد ان هي شاشة علشان تبين درجات الحرارة بس، لا، دي شاشة سمارت ديجيتال بتبين لنا درجات الحرارة والوظائف بتاعة الجهاز وهو شغال على اي وضع او على اي مود. وكمان في المقام الاول دي شاشة اعطال بتبين لنا لو الجهاز فيه عطل، بتقول لنا العطل ده عبارة عن ايه، بتقول لنا العطل ده عبارة عن ايه. طيب بالنسبة لتقنية البلازما، دي واحدة من ابرز مميزات جهاز كارير. التقنية دي بتعمل على تنقية الهواء، وبتوفر مجال كهربائي بجهد عالي، وبالتالي بتحول الهواء اللي بيمر من خلال المنطقة اللي فيها البلازما، وبيتم حبس 95% من الأتربة والأدخنة والغبار والدخان داخل فلتر بشحنة كهربائية سالبة بينتجها جهاز البلازما. دي خاصية البلازما. طيب بالنسبة لخاصية التنظيف الذاتي، خاصية التنظيف الذاتي بتقوم بتنظيف وتجفيف الملف الداخلي لوحدة التكييف الداخلية لمنع الروائح والبكتيريا، وطبعا دي عادة بتستخدم في وضع التبريد التلقائي. في وضع التبريد التلقائي في ميزة كمان اللي هي ميزة تدفق الهواء الذكي، برضو دي من ضمن المميزات اللي بيتميز بيها جهاز كارير. الميزة دي عبارة عن ايه؟ الميزة دي عبارة عن انه بيخلي تدفق الهواء في الغرفة موحد، سواء لفوق او لتحت، للاعلى او للاسفل، بيخلي تدفق الهواء في الغرفة موحد سواء لاعلى او لاسفل. يعني بمعنى اصح ان درجة حرارة المكان او الغرفة بتبقى موحدة، بتبقى واحدة في جميع انحاء وارجاء الغرفة. تمام، دي ميزة. في ميزة كمان اللي هي ميزة الفولومي او خاصية التتبع، ودي خاصية ذكية بتقدم
الهواء البارد او الساخن لك على حسب مكان تواجدك في الغرفة. فالجهاز مزود بمستشعر موجود في الريموت كنترول، بمجرد ان احنا بنضغط على الزرار بتاعه او نفعله، اللي هي خاصية الفولومي او خاصية التتبع، وقت ساعتها بيقوم التكييف بتوزيع الهواء في الغرفة على حسب درجة الحرارة المحيطة بالريموت كنترول، اللي غالبا غالبا بتكون يعني بجانب المستخدم او بجانب الاشخاص اللي موجودين في المكان لضمان وصول الهواء البارد او الساخن ليهم. دي خاصية ممتازة جدا ومش موجودة في اي جهاز، يعني الخاصية دي نادرا لما بتلاقيها في اي جهاز، بس بيتمتع بيها الجهاز الكارير. طبعا خاصية التربو دي بدأت أجهزة التكييف في مصر تعممها، حكاية خاصية التربو دي طبعا دي من المميزات الكويسة جدا في أجهزة التكييف. الخاصية دي بنستخدمها لو أردنا الحصول على هواء بارد وقت قصير، يعني بمعنى أصح إن إحنا جايين من بره ومحتاجين إن الجهاز يشتغل يلم جو المكان في أسرع وقت ممكن. بنشغل الجهاز وبنضغط على زرار التربو، زرار التربو بيدينا سرعة رابعة إضافية للمروحة بتاعة الوحدة الداخلية، بتخلي الجهاز يديك الفول باور بتاعه أو أقصى طاقة تشغيل عنده، بحيث إن هو يظبط جو المكان ويخلي الجو في درجة حرارة معقولة ومناسبة، أو درجة الحرارة اللي إحنا محتاجينها في أقصر وقت ممكن. طبعا بعد كده ما ننساش إن إحنا نفصل زرار التربو، ما نفضلش سايبينه شغال باستمرار، يعني على اقصى تقدير على اقصى تقدير ربع ساعة تلت ساعة بالكثير قوي، ولازم نفصل الزرار بتاع التربو. في خاصية كمان اللي هي خاصية الايكو. خاصية الايكو الخاصية دي بتوفر في استهلاك الكهرباء. ممكن مستخدم الجهاز يستغل الخاصية دي عند النوم مثلا، طبعا بتدي للي نايم في جهاز التكييف نوم صحي نوم هادئ. تمام، خاصية ممتازة، خاصية برضو ما بنلاقيهاش الا في اجهزة كارير باستثناء بعض الاجهزة التانية، يعني كام جهاز كده، مش كل الاجهزة طبعا، حاجات بيتميز بيها كارير. طبعا احنا عارفين ضمان كارير ضمان 5 سنين، دي ما فيهاش كلام. الضمان طبعا بالنسبة لشركة كارير يعني حاجة ممتازة جدا بصراحة، هما الناس ما بيتأخروش، الناس بتتصل بيهم بيجوا على طول، وخصوصا لو في مشكلة في الجهاز كبيرة او في عيب تصنيع في الجهاز، بيتعاملوا مع المشكلة أو مع العيب بطريقة احترافية ممتازة. بالنسبة لفلاتر فلاتر الجهاز برضو دي ميزة من ضمن المميزات، فلاتر مضادة للأتربة، فلاتر آمنة جدا، بتنقي الجو بطريقة عالية جدا، تخلي الهواء صحي ونقي وآمن. طبعا دي برضو ميزة حلوة، في بعض الأجهزة ما يبقاش فيها الفلتر بالجودة دي. زي ما قلنا الشاشة الديجيتال بتاعة الجهاز دي شاشة في المقام الأول، هي شاشة أعطال قبل ما تكون شاشة درجات حرارة، أو بتبين لي المود بتاع الجهاز هو شغال على إيه، شاشة أعطال. طيب دي كده باختصار شديد المميزات بتاعة الجهاز. طيب ايه العيوب بتاعة الجهاز؟ هي عيوب مش ما تسماش عيوب، لكن نقدر نقول بعض الملاحظات، بعض الملاحظات اللي كان عليها تعليق من بعض العملاء، زي ان استهلاك الجهاز في الكهرباء عالي بنسبة بسيطة، ارتفاع سعر قطع الغيار بتاعته، ودي لجودتها، يعني لان احنا لما بنشتري حاجة لكارير من بره
ما ينفعش ان احنا نشتري حاجة جهاز تاني نركبها على الكارير، لا، حاجة الكارير موجودة في السوق، والجهاز الكارير لازم يجيله حاجته، لازم يجيله حاجته. طبعا الجهاز علشان تاخد منه شغل مظبوط، وعلشان تاخد منه شغل كويس، وعلشان ما يهلكش كهربا كتير، لازم الصيانة بتاعته، بيحتاج للصيانة الدورية بتاعته باستمرار باستمرار. في ملحوظة برضو بسيطة الناس اشتكت منها، ان هو صوته عالي نسبيا، صوته عالي نسبيا. طبعا دي مش عيوب اللي تقلق يعني، دي كلها حاجات بسيطة جدا، حاجات ما تزعجش العميل، حاجات ما تخلوش يتردد ان هو يجيب الجهاز، بالعكس هو يعني حاجات بسيطة خالص يعني. طبعا آراء المستخدمين في بالنسبة للجهاز الكارير بتختلف ما بين الآراء الإيجابية والآراء السلبية. في ناس بتشكر جدا في الجهاز، وفي ناس بتقول انه يعني برضو في صوته عالي شوية، لا، ناس بتتكلم على الضمان، بس دي مش كل العملاء او مش كل الناس بيتكلموا بالمنظر ده، دي بتبقى حاجات بسيطة يعني، يعني بنسبة 1 في 1000 مثلا. ده باختصار الجهاز الكارير بالنسبة لمميزاته وعيوبه. تابعونا بإذن الله في فيديوهات تانية هنتكلم عن جميع الأجهزة اللي موجودة في السوق المصري، انتظرونا بإذن الله الفترة الجاية. شكرا.